وينضم إلينا عبر سكايب الدكتور محمد البهباشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس. دكتور، أولا ما تقييمك لأداء الأسواق العالمية اليوم مع بدء الهجمات الروسية على أوكرانيا؟ وهل تتوقع أن يستمر نزيف خسائر أسواق المال في حال استمرار هذه الهجمات؟ خلينا نقول ان احنا النهارده بنشوف اسواق عالميه مرتبطه بها حساسيه عاليه جدا للاحداث السياسيه الجايه على مستوى العالم. الاحداث السياسيه والصراعات المحتدمه ويمكن اللي هي بتتجلى النهارده بين العدوان الاجواء الاقتحام الروسي للحدود الاوكرانيه، شفنا ترجمته على انهيارات في البورصات العالميه في المؤشرات العالميه كلها بقت بحاله بالسالب، وشفنا على النقيض ارتفاع في الزبونيه الملاذات الامنه الوصول للذهب بقى هو اكثر ارتفاع صعودا، النفط والغاز الطبيعي بقى فيه ازدياد، ويمكن احنا شفنا لاول مره من ثمان سنين نلاقي الدولار النفط يتخطى ال 100 دولار. فدوت بيدينا مؤشر لمدى حساسيه الوضع اللي احنا فيه ومدى حساسيه المؤشرات الاقتصاديه للامور السياسيه والاحداث السياسيه اللي بتمر بها العالم بصفه عامه. نعم. دكتور، قال الرئيس الامريكي قبل قليل جو بايدن ان الولايات المتحدة ستسعى إلى إخراج روسيا من نظام سويفت العالمي، نظام الدفع سويفت العالمي، هل سيلقي ذلك بظلاله على أسعار الطاقة؟ وهل في ذلك إشارة إلى مكاسب ما قد تجنيها بعض الدول؟ هو طبعا خروج روسيا من نظام سويفت العالمي، طبعا هو لو هنقول ان روسيا دوله صغيره واقتصادها منغلق عليها مش هيؤثر عليها منفردا، لكن احنا بنشوف الاقتصاد الروسي متشعب مع دول العالم كلها، النهارده روسيا اللي تقريبا بتصدر اكثر بتمد العالم ب 20% من القمح والغلال، روسيا مصدر اساسي للنفط وللغاز لاوروبا، فالنهارده اي عقوبات اقتصاديه ستصيب الاقتصاد الروسي سيكون لها اثر يصيب الاطراف الاخرى، فالنهارده فكره ان انا امنع التبادل التجاري، فكره التبادل التجاري او التبادل النقدي من خلال منظومه السويس معناه ان انا هقطع كافه امدادات الغاز والنفط بصفه تامه وبصفه كليه، وسواء القمح وسواء الغلال مع العالم كله، ان انا بعمل اغلاق على العالم كله. والميزان النفطي او ميزان الغلال على مستوى العالم لا يتحمل هذا، يعني مفيش البديل اللي هنقول النهارده هيستغنى عنه الاتحاد الاوروبي عن النفط الروسي، وهيبقى عنده البديل اللي يسد احتياجاته مهما كانت الاحتياطات او التدابير اللي تقوم بيها كافه الدول، او يمكن امريكا النهارده بتقول ان هي هتمد الاتحاد الاوروبي بالغاز او التعاون مع دول الخليج بتحويلات شحنات الغاز اللي كانت بتصدر لشرق اسيا عشان يتم تحويلها لامداد الاتحاد الاوروبي، فالميزان النفطي اللي موجود عندنا النهارده لا يتحمل هذا، ده معناه ان احنا نزيد من انتاجنا بشكل كبير جدا او ان الدول النفطيه تزيد من انتاجها، وده مش موجود، ده يمكن قبل الازمه الروسيه الاوكرانيه احنا شفنا ارتفاع في اسعار النفط كانت نتيجه يعني قله الانتاج او قله المعروض وزياده الطلب، فاعتقد ان كل مضروب في هذه المعادله وان تم تطبيقه، ويمكن دوت اعتقد ان هو تم ارجاء تطبيق خروج روسيا من نظام سويفت، اعتقد ان هو ده السبب اللي تم ارجاء التنفيذ هذا. اذا نعم دكتور محمد، هل يمكن ان يسهم تدخل البنك المركزي الروسي في ضمان استقرار الاوضاع الاقتصاديه داخل روسيا حال تعرضها لعقوبات دوليه؟ وقد اعلن قبل قليل الرئيس الامريكي جو بايدن بانه حتى هناك بعض البنوك موجوده في الولايات المتحده الامريكيه الروسيه لديها احتياطيات تصل الى 250 مليار دولار مثل بنك في تي بي. صحيح. احنا خلينا نقول النهارده اللي اتخذ قرار الخطوه الاولى بالاقتحام الروسي هي الاداره الروسيه، فاعتقد ان هي كانت واخده كافه التدابير والاحتياطيات اللي هي كانت متوقعه طبعا، يعني واللي بيحصل النهارده ده خطوه متوقعه للخطوه الاولى اللي هي العدوان الروسي على اوكرانيا. فكره التدخل البنك المركزي ده بيستخدم سياساته النقديه لضخ جزء من رصيد الاحتياطي النقدي لتغذيه السوق الروسي، ويمكن الاجتماع اللي شهدناه النهارده شهر النهارده رئيس بوتين مع رجال الاعمال كان لطمئنتهم والخلق حاله من التعاون المباشر ما بين البنك المركزي الروسي لضخ مزيد من العملات الاجنبيه اللي يقدر بيها يتعامل بها رجال الاعمال حتى لا يتاثر السوق الداخلي الروسي، فاعتقد ان هي سياسات نقديه بيقوم بيها بدعم مباشر من رئيس الدوله الرئيس بوتين،
لجل لجبح جماح العقوبات الاقتصاديه اللي بتفرض عليه من قبل العالم كله. دكتور محمد، هل سيرتمي العالم في احضان ايران ويرى فيها ملاذا ويعني حلا لارتفاع اسعار البترول الجنوني الذي وصل الى 100 دولار للبرميل الواحد، ام ماذا في تقديرك؟ طبعا احنا برضو الامور السياسيه يعني ممكن تبقى من 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 تحت الترابيزه، ممكن حضرتك الامور ده تحصل، لكن فكره ان هو احنا بنتكلم على دول عظمى بتقول ان هي لا تتفاوض مع الدول اللي بتصفها انها دول ارهابيه او هي الارهاب، فاعتقد ان ايران يعني عليها عقوبات اقتصاديه لتصدير النفط بتاعها، ولكن بطبيعه الحال هي قايمه على التصدير بس بشكل شبه خفي، او هم بيغضوا الطرف عنه او بيغضوا البصر عنه. نعم. اللجوء للنفط الايراني هو موجود في السوق البيع، اعتقد ان هو ستستفيد ايران من هذه الازمه بزياده ضخها للنفط الايراني اللي هي هتستفيد بفرق العمله اللي موجوده، فرق التسعير اللي موجود. اعتقد ان الاوبك واوبك بلس سيكون ليها اجتماع في القريب العاجل لتلافي الاثار المترتبه على الجائحه السياح الروسي، لان طبعا زادت يعني كنا بنتكلم في احنا طالعين من جائحه كورونا وظلالها يعني خلت النفط يلامس ال 90 او 95 دولار، النهارده بنتكلم في يوم واحد زادت النهارده بتقريبا 8% او 9% ليتجاوز ال 100 دولار بخطوه شديده الخطوره وشديده اللي بيقول عليها صدمه نفطيه بالمعنى الملموس. فاعتقد ان كافه التدابير ستكون متاحه، النهارده النفط الايراني سيكون متاح ويمكن في الصوره بشكل كبير، بس اعتقد ان هو بشكل زي ما قلت لحضرتك بشكل غير رسمي او امريكا ستغض الطرف عنه. نعم. حتى تحجم الامور الاسعار النفطيه، يمكن رئيس بايدن في المؤتمر اللي كان من قليل بيقول ان هو يعني قال للشركات النفطيه ان هي ما تزودش الاسعار، وده طبعا ده يعني اعتقد ان هذا للشغل اعلامي فقط، فلا النهارده اللي بيتحكم في العرض والطلب هو المتحكم الاساسي في سعر النفط، واللي احنا بنشوفه النهارده طلب زياده في الطلب مع قله في العرض. نعم. لكن دكتور يعني الرئيس الامريكي جو بايدن طمأن مواطنيه وقال بانه الدوله ستتدخل لضمان يعني الا تكون هناك تبعات خاصه بالبترول والوقود على المواطنين. في تقديرك يعني هل ستلجا امريكا الى استخدام الوقود الاستراتيجي الاحتياطي الذي طالما كانت تحقن به ارضها خلال العقود الماضيه، ام ما هو البديل؟ هو لا بديل عن هذا التصرف، يمكن هي امريكا في الفتره الماضيه استغلت الاحتياط الاستراتيجي للمخزون النفطي عندها وابتدت تسحب منه على اساس تحجم الصدمه او الجموح العالي في اسعار النفط، لكن هي دي مشكله على فكره، ده حل لحظي او حل وقتي مع ازدياد الضبابيه او عدم الرؤيه اللي مش عارفين اخرها امتى او اللي بيقول عدم الضبابيه في الموقف، فده مش هتقدر تغذي السوق بتاعك بالاحتياطي على طول، لان طبعا في المقابل مع يعني لما بتسحب من الاحتياطي النفطي بكميه كبيره محتاج تغذيها، فهتخلق حاله ازدياد من الطلب بشكل ثاني. نعم. يعني ديناميكيه الموقف هتلاقي في القريب او مع الاجل المتوسط امريكا تحتاج ان هي تغذي الاحتياطي الاستراتيجي للنفط من خلال زياده الطلب بصفه عامه ثاني. نعم. اذا كان كافه الحلول اللي هي مطروحه هي حلول وقتيه لتلافي الازمه المحتاجه محليا واللي هي اثرت بظلالها، وزي شفنا ان الصدمات في كافه الاسواق. نعم. هو ده بيقول يعني بيقول محاوله من الرئيس بايدن لكب جماح الصدمه الحاليه، ومحاوله منه لطمانه الشعب الامريكي ان هو في حاله سيطره وفي حاله قدره على نعم. دكتور محمد، يعني هنا في مصر ونحن نعيش في عالم كقرية كونية واحدة، ما يحدث في الطرف يتأثر به الطرف الآخر، ما الذي حدث للبورصة المصرية وهذه الخسارة أو الهبوط في حجم التداولات وأيضا الخسارة التي تجاوزت عدد كبير من المليارات اليوم؟ خلينا نقول ان راس المال بطبيعه حاله جمال، والنهارده دايما اي مستثمر عشان يحتفظ باصوله الماليه بيكون حاله استقرار على مستوى العالم كله، لان احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك واحنا جزء من العالم وبنتاثر بما تاثر به العالم بالكامل، بان كان احنا يعني قربنا من المشهد يعني قربنا من المشهد اكثر من دول اخرى.
فالنهارده فكره ان لما نصحى الصبح نلاقي العالم كله فعلى صفيح ساخن ونقول احنا دخلنا في بدايه نفق مظلم مش عارفين نهايته امتى، يعني احنا حاله الضبابيه موجوده النهارده وعدم اليقين بقت ظاهره جدا، احنا كنا بنقول عليها في جائحه كورونا عدم الضبابيه وعدم اليقين، لا النهارده بقت بشكل اكبر وزودت زودت الموجه اللي خلقتها جائحه كورونا بعدم يقين اكبر مش عارفين هتنتهي امتى. بالاضافه ان بقت الازمه عالميه في مشكله في انجازات الوقود، النهارده هل ستتاثر الصناعات او انجازات الوقود او انجازات الطاقه، كل دي كل هذه الامور جراح المستثمر صار نصب يعني، فده اللي بيخلق حاله من البيع المباشر او التخلص من اسهمه او اصوله وتحويلها الى ملذات امنه سواء في يعني تحولها للذهب على سبيل المثال، فده اللي بيخلق حاله من حاله البيع كتير اللي هو ده بيؤدي الى خساره زي ما حصل في كافه بورصات العالم. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.